كابتن أسامة زي ما قالوا كابتننا الكبار، فوز مهم وفوز ضروري في توقيت صعب جدا، كنت محتاجه بعد ماتش فاركو، كنت محتاجه بشدة قبل ماتش الرجاء. ما فيش شك. اولا مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي والجهاز وكل من ينتمي للنادي الاهلي. فوز كان مهم جدا، 3 نقاط كانوا انت محتاج ليهم عشان تبعد وتؤكد ان في مسافه بينك وبين اقرب منافسيك اللي هو فيوتشر، ولسه ليك كمان ماتشين، وانا اعتقد ان شاء الله يعني في الاسابيع الجايه الفارق كمان هيزيد، وان شاء الله الدوري باذن الله هيكون للنادي الاهلي. فكان 3 نقط مهمين. الكويس انك انت بتكسب باقل جهد، يعني الشوط الثاني يمكن النادي الاهلي يمكن كمان اقل من الشوط الاولاني، سموحه ابتدى يدخل في المباراه، ابتدى يستحوذ، ولكن ما فيش خطوره كبيره على مرمى احمد الشناوي عكس مباراه فاركو في الشوط الثاني. فانت لعبت يعني ببساطه جدا، ولذلك كمان حتى مستر كولر نفسه في الدقيقه 70 نزل رأفت خليل وطاهر مكان بيرسي تاو وكهربا لاحساسه ان المباراه خلاص بقت في ايد النادي الاهلي، يعني هو شايف ان مفيش خطوره كبيره قوي على النادي الاهلي. احمد سامي عمل تغييرات بصديق جولا وبواتنج وزياد طارق، عملوا نشاط شويه في نص الملعب وعملوا كميات جري كويسه، ولكن زي ما قلت لك الخطوره كانت قليله قوي. النادي الاهلي بعد ما جاب هدف كهربا في الدقيقه 66 تحس ان المباراه انتهت للنادي الاهلي، يعني مش ما كانش فيه الخطوره المقلقه، ما كانش فيه الخطوره المقلقه رغم عدم سيطرتك على المباراه بصوره كبيره الشوط الثاني. هي فضلت يعني رايحه جايه المباراه سجال يعني بين الفريقين. شو انا بتكلم على الشوط الثاني، الشوط الاولاني كان الشوط الاولاني انت كان سيطره تامه ليك، صحيح. ليهم هجمه او هجمتين خطر اللي الشناوي خبطت في وشه وطلعت، لكن الشوط الثاني بس ده وضع طبيعي وانتوا توقعتوه بين الشوطين. سموحه لازم يخش في اجواء المباراه طبعا طبيعي، هم خسران واحنا كلنا كنا بناكد على انك انت لو جبت الجول الثاني الامور هتتسهل. بالظبط. فباينة جدا من حتى التغييرات للراجل، نزل رأفت خليل ونزل طاهر ونزل القندوسي ونزل محمد اشرف، وطبعا الطرد اللي ما كناش يعني علاء اتكلم عليه كويس، الطرد ما كناش نتمناه، لازم الشناوي وكابتن الفرقه ياخد باله من الموقف ده، ما كناش نحب انه يحصل، ولكن موجود في كره القدم ما بنتعلمش ببلاش. نزل علي لطفي، فالمباراه يعني مش انت مش قاعد قلقان، يعني في مباراه ماتش فاركو الشوط الثاني رغم ان احنا كسبانين 2-0 الشوط الاولاني بس كنت قاعد قلقان، في حاسس ان 5-6 فرص على النادي الاهلي ممكن يجي جوان. النهارده انت مش حاسس خالص.